الشعب المصري العظيم، السيدات والسادة، انقضى عام منذ أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الحدث المهم في حاضرنا، والتي تمثل صراعاً اقتصادياً بين الشرق والغرب، وقد انعكست آثار هذه الحرب بقوة على الاقتصاد الدولي، وضعفت الآثار السلبية الواقعة على مؤشرات الاقتصاد العالمي، والذي لم يحصل بعد على فترة التعافي من الآثار المماثلة التي تسبب فيها فيروس كوفيد-19. ومصر مثلها مثل دول العالم أجمع قد تأثرت سلبا بتلك الآثار، والتي تسببت في ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، وأثرت بشكل ملحوظ على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة منذ عام 2016، بالإضافة إلى حجم الإنجاز المحقق في تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية، قد ساهم بشكل ملحوظ في احتواء آثار هذه الأزمة العالمية على مصر بشكل كبير. كما ساهمت إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضرراً. وبفضل من الله وبتخطيط قائم على أسس علمية، واجهنا هذه الأزمة ولا نزال بخطى واثقة وبأهداف محددة، كما طورت الدولة من خطتها الاقتصادية لتشمل اهتماماً بتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية والتوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بجانب التحول لجذب الاستثمارات الأجنبية.